قرارات رسمية لتغيير وضعية المعاقين وذوي الاحتياجات خاصة. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا. فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد. إذا موضوعنا لنهار اليوم سنتحدث عن المنحة الجزافية أو منحة التضامن أو بالأحرى عن ذوي الاحتياجات الخاصة. موضوعنا لنهار اليوم سيكون طويل ولكن سنتحدث عن ما صرحت به عتيقة معمري رئيس فيدرالية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة. إذا إن واقع المعاقين في الجزائر لم يتغير رغم ارتفاع أعداد ضحايا حوادث المرور والعمل دون تأمين وأطفال التوحد ومشاركات المجتمع المدني حسبها باقتراحاته والتعامل مع وزارة التضامن، كما أكدت أن هناك عدة تقارير للفيدرالية لم تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك في وجود 15% من الجزائريين مصابين بمختلف الإعاقات وأغلبهم محرمون من المشاركة في المرافق العمومية، فيما تتخبط عائلاتهم وحدها مع مصاعب الحياة معهم، قائلة البلدان المتطورة رغم كل الظواهر الاجتماعية لديها مصالح الخدمات وآليات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، القانون وحده لا يكفي. كما علقت معمري عتيقة: كان بعث فينا المعاق القطري غانم المفتاح الأمل، وتمنيت لو كانت لدينا إمكانيات تسهل لنا الحياة وتجعلنا مثله، فقد كان بذرة أمل من خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأشارت عتيقة معمري إلى أن مشكل الكراسي المتحركة بالنسبة للمعاقين حركيا موجود حتى أخل المستشفيات، حيث إذا اضطرت إدارة المصلحة الاستشفائية لمستشفى بن عكنون إخلاء أحد الأسرة يضطر المعاق إلى شراء الكرسي المتحرك ب2.5 ملايين، وذلك لأن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لكناس ستشرط تقديم بطاقة المعوق قبل منح الكراسي المتحركة، وهذه عملية يقوم بها المعاق بعد خروجه من المستشفى وتحتاج إلى وقت كبير. كما استغربت رئيس الفيدرالية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة من التأخر في استغلال التكنولوجيا والرقمية لخدمة المعاقين من خلال التجارة الإلكترونية، وهذا بهدف توصيل الاحتياجات إلى مقرات سكناتهم ودفع الفواتير والتعبير عن انشغالات الخاصة بهم. وقالت إن رفع قيمة المنحة الشهرية لهم لا تكفي لوحدها ما دام هناك عراقيل موجودة على أرض الواقع، أولها الممرات الموجودة في مداخل المؤسسات العمومية والخاصة التي ترى الموجودة منها الغير خاضعة لمقاييس مضبوطة معترف بها. كما أوضحت أن وسائل النقل المشكل الذي يجعل من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة مهمشة غير مدمجة في المجتمع، حيث لا يوجد مصاعد متحركة تتمثل في قطعة حديدية تتحرك بشكل أوتوماتيكي. كما ودعت إلى قرارات حاسمة وهذا لتغيير وضعية المعاقين في الجزائر، بداية من دراسة المحيط من خلال معرفة القدرات الاجتماعية ووضعية الإعاقة إلى المشاركة الاجتماعية والعادات والتقليد الخاصة بكل منطقة والظروف الاقتصادية والطبيعية الجغرافية والسكانية للوسط المتواجد فيه المعاق. كما أوضحت رئيس الفيدرالية أن إحصاء المعاقين في الجزائر يحتاج إلى عملية إحصائية خاصة خارج الإحصاء العام لسنة 2022، حيث تؤخذ حسبها بعين الاعتبار أسئلة الاستبيان التي تتعلق خصيصا بكل مشاكل والعراقيل وطبيعة العجز الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت عتيقة معمري إن الإحصاء الذي خصص له غلاف مالي 11 مليار سنة 2011 تعطل لأسباب ما من الضروري تجسيده على أرض الواقع. وفي ذات السياق أكد الخبير في التنمية الاقتصادية عبد الرحمن هادف أن إحصاء المعاقين في الجزائر من خلال مخطط إحصائي
يتطرق إلى كل نقطة متعلقة بهذه الفئة، ومن شأنه تسهيل عملية إدماج هؤلاء في التعليم والشغل والتعامل مع خصوصية كل معاق. من خلال ما تحدثت عنه رئيس الفيدرالية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة عتيقة معمري، نتوقع أنه من خلال السنة القادمة إن شاء الله سيكون هناك تغييرات في منحة الجزافية أو منحة التضامن، وسيتم التكفل والإعلان ومراجعة هذه المنحة قريباً.